السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض البورتري بتاع الفحم اللي احنا بدأناه من يومين. اللي ما شافش الدرس الاول، احنا رسمنا فيه البورتري كامل من غير الشعر، رسمناه فري هاند بطريقه جديده اول مره اعملها على القناه هنا. فاللي ما شافش الدرس ده هيستفاد جدا جدا، لازم يشوفه. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس تحت، هيتعلم ازاي يقدر يرسم فري هاند، وهيتعلم ازاي يقدر يظلل البورتري كامل بالفحم. ان شاء الله النهارده هنكمل البورتري ده وهنرسم مع بعض الشعر الجميل بتاع الولد ده. فركزوا معايا النهارده في الشرح، وباذن الله مش هنطول. اهم حاجه قبل ما نبدا، اللي لسه مشتركش في القناه ينزل اشترك حالا قبل ما ينسى. وفريق الاشعارات الجميل، ما تنسوش لايكاتكم الجميله وكومنتاتكم على الفيديو. يلا بينا نبدا كالعاده. فني في البدايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنبدا نعمل الجزء بتاع الشعر اللي على الشمال ده. طبعا اللي تابع معايا الدرس الاول، احنا خلصنا الجزء اللي تحت كله، العينين والانف والفم والدقن طبعا، وكمان الرقبه، والتيشيرت ابيض ما كانش فيه شغل كتير. اول حاجه بشوف نهايه الشعر دي بادئه او بدايه الشعر دي مع ايه، لقيتها ان هي مع العين. بعد كده هبدا اعمل الميل البسيط بتاع السبعايه دي، اللي بيقولوا عند اللي بيكون موجود عند الرجاله بيقولوا عليها سبعايه، زي ما انتم ملاحظين بشكل بسيط جدا. وبعد كده هبدا اشوف الجنب اللي هنا واحده واحده. طبعا القلم اللي بستخدمه في الاوت لاين قلم درجه 2 اتش او اي درجه من درجات الاتش عموما، علشان بتكون درجات فاتحه وخفيفه، ولو غلطت وحبيت اعدل امسح يعني ما يتسيبش اثر بعد ما امسح. وزي ما انتم شايفين ايدي خفيفه جدا، يا دوب بعمل خط بس، يا دوب اكون شايفه علشان لما اجي اظلل اكون اي يكون الخط ده حاكم التظليل بتاعي ما اطلعش منه. زي ما انتم ملاحظين يا فنانين بالراحه خالص. اتفقنا ان في خطوه او في طريقه الفري هاند دي مختلف عن الطريقه الثانيه. الطريقه اللي فاتت كنا بنعمل الاوت لاين كله كامل للبورتريه وبعد كده بنبدا نظلل حاجه ورا حاجه، لكن في الخطوة دي احنا بنبدأ نعمل اوت لاين لجزء معين ونظلله اول باول بحيث يظهر لنا الملامح اكتر. فالخطوة دي مختلفة عن الخطوة اللي فاتت، وانا بعتبرها احسن من الخطوة اللي فاتت بصراحة. هنا هبدأ اشوف بداية الاذن. زي ما انتم شايفين لقيتها بادئة مع نص العين تقريبا، هو ده اللي بيقارن. احنا لازم نقارن كل عضو او كل عنصر في البورتري في العنصر بالعنصر المقابل ليه. يعني مثلا العين وانا برسمها او الانف وانا برسمها قارنتها بالعين، الفم قارنته بالانف، وهكذا كل عنصر بالعنصر اللي جنبه. فطبعا اقرب عنصر للاذن هو العين. طبعا برسم الاذن حته حته، وزي ما انتم ملاحظين اخد بالي من الكيرفات، ومش شرط الكيرف ده يطلع معايا مظبوط من الاول، يعني من اول مره ممكن يطلع فيها غلط، لكن بيتظبط اكتر واحنا بنظلل. طبعا انا متابع دروسي، متفقين ان خطوه التظليل مهمه جدا جدا، لاننا بنظبط فيها كل حاجه غلط في الاوت لاين. زي ما انتم ملاحظين بالراحه خالص. اتمنى تتفرجوا على الفيديو للاخر علشان تستفادوا استفاده كامله، لان نوع الشعر ده بيكون في حته كده داخله في بعضها، فالصعوبه بتكون فيه. فعشان تتفرجوا ازاي ترسموا او تعرفوا ازاي ترسموا الشعر واقعي، لازم تتفرجوا على الفيديو للاخر يا فنانين. وكمان هنرسم مع بعض الاذن دلوقتي وهنستفاد برضه. دلوقتي هنبدا مع بعض نظلل جزء الشعر اللي احنا عملناه زي ما اتفقنا. بنعمل اوت لاين لجزء صغير وبعد كده بنظلله. هستخدم في التظليل هنا بتاع الشعر، بما انه اسود داكن جدا جدا، فهستخدم قلم فحم درجة سوفت. الماركة اللي انا بستخدمها في الفحم هي ماركة ماريس، طبعا ماركة ماريس كلنا عارفينها، اي حد بيرسم عارفها. شكل القلم مميز جدا، بيكون كله اسود وفي حتة فضي من الاخر كده. فزي ما انتم شايفين هطلع من السوالف اهو. طبعا بما ان الغامق عندي في الجزء بتاع الشعر ده في الشمال والفاتح في اليمين، فانا دايما بشتغل من الغامق للفاتح. زي ما انتم ملاحظين يعني بشتغل من تحت لفوق، لان الفاتح فوق في منبت الشعر، فمحدش يغلط يا فنانين ويطلع يشتغل من فوق لتحت، هيبقى غلط كبير جدا جدا. تمام، اتمنى تكونوا فاهمين وجهة نظري. اسف لو الكاميرا بتعمل فوكس، كنت نسيت الغيها بصراحة في الفيديو ده، بس المهم ان الفكرة توصل لكم عشان تكونوا فاهمين هنشتغل ازاي. يعني دلوقتي في المنطقة دي كلها هشتغل من الشمال لليمين، لان الغامق كله او الاسود كله في منطقة الشمال والفاتح كله في منطقة اليمين زي ما انتم شايفين كده. فتعالوا نسرع شوية. في الخطوة دي يا فنانين هنبدأ بعد ما عملنا الجزء ده بالفحم، هنبدأ نجيب الفرشة بتاعتنا، فرشة مناسبة، ونبدأ ندمج أو نسيح الفحم ده بنفس الاتجاه بتاع الفرشة.
ببدأ أدمج الشعر مع البشرة زي ما انتم ملاحظين كده. يعني أنا مش بسيح الشعر بس، في ناس كتير بتغلط وتسيح الشعر بس وتسيب فرق كبير بين الشعر والبشرة، لكن لو انتم ملاحظين أنا بنزل من الشعر على البشرة عشان أدمجهم مع بعض ويكون الشعر واقعي، ما تحسش ان هو لابس باروكة كده. اكيد انتوا لو بترسموا اكيد اي حد بيرسم اسف بالفحم يعني هيفهم الكلام ده ويفهم قصدي ايه. زي ما انتم شايفين باخد من غامق لفاتح كده في المنطقة اللي هي بين الشعر وبين الجبهة او بين الجلد على طول. الفرشة انا بستخدمها دي فرشة ماركة نجد، اسف تاني بكرر اسف تاني لو الكاميرا بتعمل فوكس علشان نسيت اظبطها النهاردة. بستخدم فرشة ماركة نجد، فرشة ميك اب معروفة جدا البنات تعرفها. لو مش موجودة الفرشة ديت ممكن نستخدم اي فرشة ناعمة، الفحم بيحتاج فرش ناعمة جدا علشان لما اسيح يديني النعومة بتاعت الفحم الممتازة جدا جدا جدا. فزي ما انتم ملاحظين الموضوع سهل جدا يا فنانين، لكن احنا ما نحسسش نفسنا اللي هو صعب بالراحة خالص. يبقى دي الخطوة التانية، تعال نشوف الخطوة اللي بعدها. دلوقتي يا فنانين نبدأ نظلل الأذن. كل اللي هستخدمه في الأذن هو ودان أو عود القطن زي ما بعض الناس بيقولوا عليه. هبدا اخد حبه باودر، طبعا الباودر انا اتكلمت عنه في دروس قبل كده وهعمل لكم درس مخصوص عنه ان شاء الله لان اتسالت عليه كتير جدا، وهكلمكم عن نوع ممتاز جدا جدا او افضل نوع ممكن تشتروه. زي ما انتم ملاحظين دي اسكه كهرباء بعدل بيها اي خطا بسيط، ممتازه جدا وبحب اشتغل بيها على طول. وده قلم بلاك استدلر بلاك، اسمه استدلر بلاك عشان الناس بتسالني بتقول اسمه مش واضح في الفيديو، اسمه استدلر بلاك كده اظن الاسم واضح جدا. القلم ده ميزته ان هو بيدمج بين الرصاص بالفحم، بمعنى ان خصائص الفحم ان هو بيدي لون داكن جدا، فالقلم ده بيدي لون داكن جدا، لكن من عيوب الفحم انه بيسيح جدا، فده ما بيسيحش جدا، يعني واخد نفس خصائص الرصاص انه ما بيسيحش وخصائص الفحم انه اسود جدا، فبالتالي القلم ده دامج بين الاثنين وممتاز جدا زي ما انتم ملاحظين كده. ده بستخدمه في تفاصيل سودة لو انا حابب اعمل تدريجات او تفاصيل سودة، الفحم مش هيقدر يعملها لي عشان الفحم بيحتاج يتسيح بعد كده غالبا. زي ما انتم شايفين ببدا اعمل الاوت لاين بتاع الاذن اهو، طبعا انا هحط لكم الموبايل عشان تقارنوا معايا اي حاجه محتاجه تتعدل اول باول بالاستيك، محدش بيجري ورايا براحتي خالص، محدش يستعجل يا فنانين عشان الاستعجال وحش زي ما بنقول دايما. بكمل بالودانه وبنفس التكنيك ده بنمشي بالاذن كلها، اي منطقه محتاجه تتدرج بعملها بالودانه، اي خط رفيع هعمله بقلم الدنج وهتشوفه دلوقتي. تعالوا نسرع شويه. زي ما انتم ملاحظين يا فنانين انا مكمل تظليل برضو بالودانه، دي المنطقه الغامقه اللي في نص الاذن اهو بدات اعملها بالودانه الاول. طبعا لو انتم ملاحظين فيها لون اسود فالاسود ده زي ما اتفقنا فوق هندخل فيه قلم استدلر بلاك. لو مش متوفر عندك الاستدلر بلاك قلنا ممكن بديله هو القلم الخشب، يعني قلم الوان خشب. بظبط الحته اللي تحت دي، ببدا ادمجها مع الشعر، اي منطقه فيها رمادي زي كده بعملها بالودان عادي جدا، الموضوع بسيط خالص زي ما انتم ملاحظين يا فنانين. الخط البسيط اللي هنا ده بعد كده اجيب البلاك زي ما اتفقنا وهبدا ادرج بيه المناطق الداكنه. هي كده على ما اظن الاذن خلصت، بس اللي باقي بس زي ما انتم ملاحظين انا ببدا اكد على المناطق الداكنه بحيث تظهر الواقعيه بتاعتها اكتر. زي ما احنا اتفقنا في اي فيديو او في اي درس بتكلم فيه بقول لازم تركزوا في الدرجات او الالوان الغامقه لانها هي اللي بتظهر واقعيه البورتريه، لان في فنانين كتير منكم بينسى او ما بيقدرش يعمل الدرجات الداكنه، فدي بتكون مشكله كبيره جدا في البورتريه. عشان نعدي الخطوة دي خلاص اللي باقي شوية تدريجات وتظليل، تعالوا نخش في باقي الشعر عشان نستفاد. يلا بينا في الخطوة ده فنانين. طبعا زي ما انتم ملاحظين زي ما عملنا في الدقن لو تشوفوا لو تفتكروا الدرس اللي فات، يعني هنبدأ نعمل الإضاءات اللي في الشعر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنستخدم في الخطوة دي استيكة، استيكة رفيعة سواء زيرو او مونو زيرو، لو مش متوفر عندك ممكن تستخدم استيكة فرشة اللي هي بيكون في نيتها فرشة، ولو مش متوفر اي نوع من الانواع دي ممكن تجيب الاستيكة العادية خالص وبحتة كتر صغير كده تقطع منها حته صغيره وتخلي لها سن صغير زي الاستيكه دي بالظبط، وتبدا تعمل لسعات الاضاءه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. اظن ان دي سهله، كل اللي بتعمله بتبدا تقلد او تعمل زي لسعات الاضاءه الصغيره خالص دي. فتعالوا نسرع ونشوف النهايه.
دلوقتي يا فنانين نبدأ نكمل اوت لاين من ناحية اليمين زي ما انتم ملاحظين كده. هنا هنلاقي ان الشعر عامل زي كيرف، او الجزء بتاع الجبهة عامل زي كيرف كده داخل شمال وبعد كده طالع يمين. ناخد بالنا من الكيرفات دي لانها مهمة جدا جدا، وبتختلف او بتفرق كتير اوي في الشبه زي ما انتم ملاحظين. تحت من عند الحاجب كده دخلت بيه شمال لجوه، وبعد كده طلعت بيه يمين تاني. فبراحة خالص بنمشي مع بعض واحدة واحدة، وعادي مفيش اي مشكلة. قلنا لو انت لاحظت ان في غلط انك تعدل، مفيش اي مشكلة. ما تسمعش كلام حد بيقولك انك تستخدم استيك عيب والكلام ده كله، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. يعني اللي اخترع الاستيكة اخترعها ليه؟ فاستخدم الاستيكة واغلط مرة واثنين وثلاثة، لانك لو غلطت النهاردة بعد كده مش هتغلط. دلوقتي زي ما انتم ملاحظين بدأت ادخل في الشعر من فوق، بعمل عبارة عن شوية خربشات بسيطة خالص كده، مش محتاجة اي مجهود مني. لاحظت ان انا المنطقه دي محتاجه تتغمق شويه، فبدات اغمقها بالقلم قبل ما اطلع فوق في الشعر تاني زي ما انتم ملاحظين كده. هبدا اكمل في الشعر زي ما انتم ملاحظين. طبعا الموبايل زي ما اتفقنا لازم يكون بنفس الاستقامه. بعمل شويه خربشات كده بتحددني الاوت لاين مش اكتر. هبدا اطلع في الجزء الغامق، لقيته مع بدايه العين تقريبا او بدايه الحاجب تحت اهو. شايفين التكنيك انا شغال بيه؟ خربشات، يعني مش بديها اهتمام قوي لان ده كله هيتظبط في التظليل بعد كده. طلع فيه خط هنا وفي فرق هنا، ده الفرق اللي بين الشعر اهو. طبعا انتم مقارنين معايا في الموبايل وشايفين الموضوع ماشي ازاي. وهنا هنطلع بالجزء اللي باقي، طبعا هيخش ناحية الشمال كده، وهنا هديها تلزق في الحتة دي وينزل كام شعرايه. دول هنعمله في الاخر، الشعر الهايش اللي هو نازل لتحت ده هنعمله في الاخر بقلم رفيع او بقلم خفيف يعني. بعد كده هنجيب قلم السوفت تاني اللي هو قلم الفحم يعني، ونبدا نسود المنطقه بتاعت الشعر اللي ناحيه اليمين زي ما انتم ملاحظين. برده بدأ من اسود خالص وبخط، وبعد كده طلع من ناحيه اليمين كده بشعر هايش شويه او بشعر متنعكش شويه كده. فده هنعمله بالراحه خالص، وممكن نعمله في النهايه اصلا بقلم استودلر بلاك يكون رفيع زي ما انتم ملاحظين. انا سبت فيها شويه خشونه كده. افضل ماشي بنفس التكنيك زي ما انتم ملاحظين كده. هشتغل دي منطقه سودة خالص فهسودها. هو الى حد ما كده خلاص يعتبر خلصنا الاوت لاين بتاع اللوحه كلها، يعني اوت لاين الشعر خلاص خلص. كل اللي باقي دلوقتي انا ببدا اظلل، ببدا اشتغل من الغامق للفاتح. فنانين زي ما انتم ملاحظين كده اهو، غامق وبطلع على فاتح تمام، لان منطقه الاضاءه في نص الشعر تقريبا. ما حدش يغلط ويسود منطقه الاضاءه دي، لا لازم نسيبها بنفس لون الورق. تعالوا نسرع شوية. طبعا احنا فهمنا التكنيك، فانا سرعت شوية عشان نعرف بس تسلسل الخطوات هيكون ازاي. زي ما انتم شايفين الغامق هنا، فبطلع من الغامق للفاتح. بأكد عليكم تاني لازم ابدأ من الغامق للفاتح في الشعر، من الغامق للفاتح اهو. وبشتغل على هيئة نشاط عادي، تكنيك الشعر العادي اللي احنا اشتغلناه في اول الفيديو في الناحية الشمال. هو نفس التكنيك ثابت، مع اختلاف بس تغير مناطق الاضاءة مش اكتر من كده. يعني منطقة زي دي سودة اهي، بالراحة بفضل اطلع حتة حتة وسودة. طبعا الحتة اللي فوق دي اللي انا اشتغلتها دي سودة كلها، فابدأ اسودها عادي بقلم الفحم مفيش اي مشكلة اهو. بأكد تاني القلم اللي بستخدمه هو قلم سوفت ماركة ماريس، لانه بيديني درجة داكنة وكويسة جدا جدا جدا، وبتكون ممتازة بالنسبة للشعر وبتظهره واقعي. ودي هتكون الخطوة الاولى ان انا ببدأ اضيف مناطق الظل كلها. هنا منطقة سودة برضو ببدأ أكد عليها اهو. طبعا الموبايل بيتحرك معايا لو انتم ملاحظين، ايد على الموبايل وايد تانية في الرسمة، يعني الجزء اللي انا بشتغل فيه بحرك الموبايل عليه على طول تمام، عشان في ناس وهي بتشتغل بتنسى الموبايل خالص وبتشغل دافنشي اللي في خيالها، فبالتالي بتيجي تبص في الاخر تلاقي الرسمة باظت، لان انت اشتغلت من دماغك ما اشتغلتش من الرسمة او من الريفرنس اللي انت شغال منه. زي ما انتم ملاحظين دلوقتي بدأت في خطوة الدمج. خطوة الدمج دي مهمة جدا اهو زي ما انتم ملاحظين كده يا فنانين. الفرشة، بحرف الفرشة كده ببدأ أدمج، وهدمجها برضو مع البشرة زي ما اتفقنا. زي ما قلت في أول الفيديو بدمج الشعر مع البشرة بحيث يظهر واقعي، ما يبقاش في فاصل بين الشعر والبشرة. يعني الحتة دي اللي هو منبت الشعر ده برضو لازم أديها، فهمتوا؟ هاجي هنا بقلم، قلم بلاك، وأبدأ أعمل منبت الشعر. بيكون فيه زي شعر صغير جدا هايش كده، بعمله بالقلم بالراحة خالص، ده بيدي واقعية أكتر. أظن كده فنانين احنا خلصنا الشعر، مش باقي غير التظليل. أتمنى رب تكونوا استفدتوا من الخطوات اللي أنا عملتها دي.
فاظن لحد كده انتوا تقدروا تكملوا بقى الشهر لوحدكم، يعتبر الرسمه كلها خلصت خلاص. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. اللي حابب يتفرج على الرسمه او نفس الفيديو ده بسرعته الطبيعيه او بسرعه ابطا، هنزلها ان شاء الله على القناه التانيه، علشان برضو اللي حابب يتفرج على نفس السرعه الطبيعيه مفيش مشكله يشوف القناه التانيه، هنزل الدرس عليها وممكن تتفرج عليه، بحيث ما يكونش درس الشعر طول معانا لان احنا وصلنا لربع ساعه دلوقتي. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، لو استفدتوا ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت انكم استفدتوا، وما تنسوش طبعا اللايك على الفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان تشوفوا دروسي كل يوم. استنوني في درس جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.